السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. بغيت هذا الأسلوب اللي غادي نشتغلوا به اليوم يتعمم على كثير من المشاكل الصحية عند الأطباء وعند الصيادلة وعند اختصاصيين في التغذية. فأقول المشكل العروق اللي تيتصابوا بالدواء لي فاريس، أنا تعتبره في ثلاثة الزوايا أساسية. كاين أولا ضعف تاع الجدار الداخلي تاع العروق القنوات الدموية، ثم ثانيا كاين القدرة ديال ترسب ديال كثير من الخلايا العيانة واخا على الجدار، فتبداو تولو دي زيبيسيسمون، تولو تيغلاضوا هنا فتيسبوا مشاكل كثيره نهضروا عليها من بعد. والغريب هو انه تتكون تراكمات ديال كثير من الترسبات في داخل القنوات الدمويه، وهنا تتولي صعوبه ديال الحركه وصعوبه ديال نشاط الجسم، علما انه القنوات الدمويه تضمن الاكسجيناسيون للجسم، اذا اونتي اوكسيدون ضد الالتهابات، والجسم تبدا تتغذى بشكل صحي والا العياءات والفطور وهذا. والاصل تاع هذا المشكل ديال هذه القنوات تبدا تضعف هو الكبد، لانه ما تيبقاش نشيط، وهنا الكبد دورو في الهضم ديال كثير من المواد الغذائيه. وهنا فين تنشوفوا المواد الحيوانيه اساسا ملي تنبغيو نهضموها خصها الكالسيوم كثير وخصها مجموعه من المواد، وهنا فين تتبان الشيغه ديال البنكريا والشيغه ديال الكبد في الهضم ديال المواد الحيوانيه. وهنا تتحس ان الكالسيوم شديناه حجزناه في الهضم ديال المواد الحيوانيه، ولقينا راسنا على انه الكبد تضعف والمعدة تتضعف والقنوات تتقوى. وفي حل تما استطعنا انه نشتغلوا بواحد المادة اللي هي محورية والمغرب سيد فيها ومرجع لف الذوق ديالها، وزيت الزيتون على الريق بشكل صحيح ونباتي 100%، خضر فواكه ما يطيبش. هاد جوج كلهم اللي استعملوهم الكبد طلع نقي وقوي، والبنكريا تبنى جداد بين 3 شهور و 6 شهور. غادي نزيدو نذكركم تفاصيل مهمه جدا حتى نفهموا كيف ممكن تغلبوا على الدوالي. ما يبقاش مشكل، لان لقينا الدوالي عند الرجال في الفولات ديالهم في لي تيستيكول، فدار لهم عقم. كثير الناس عندهم هاد لي فاغيس نتيجه كثير من المشاكل، كاين في لوزوفاش بداو تيتقياو الدم، هذه حالات قصوى، والا انه تيكونوا في الركاب وفي الرجلين في الفخذين وفي بعض المناطق في الجسم. وهنا تنحسوا على انه الجماليه ديال الجسم ما تتبقاش، والغريب هو انه تكون عمليه جراحيه الاولى والثانيه والثالثه، وتشوهات في المناطق اللي تجرحات اللي داروا فيها العمليه. وهنا تتولي الكحوليه تاع الرجلين والجسم ماشي هو هذاك، رغم انه دار العمليه الاولى والثانيه، ولكن الخطا هو الخطا والفرعي ديما انه ضعيف، وحنا الاصل هو المهم. واذا عرف السبب بطل العجب، اذا نمشيو للسبب ان شاء الله حتى انا نحققوا النجاحات في التميز. نعم. طيب اللي ذكرت يعني وصفات لي اولا نظام اللي هو داخلي، يعني نعتنيو بالاداره ديالنا الداخليه وشنو تناكلو وكيفاش تهضم هذيك الامور. طيب كاين وصفات لي خارجيه ممكن مثلا ندهنوا بها او اللي نقدروا اننا نساعدوا بها مثلا هذه المساله ديال الدوره الدمويه قبل دائما وقوع هذا المشكل؟ الناس اللي جاوا عندنا عندهم الفولات فيهم لي فاريس، وفي ذاك المنطقه تسمى فاريكوسيل، والا البوسر ثم نوع من هذا النوع لي فاريس، لانه العروق تيتنفخوا وتبداو تيديروا مشاكل وانتفاخات وتضعفوا القنوات الدمويه، والا تيكونوا في الرجلين في الساقين كيف قلنا او في اماكن من الجسم بحال الفخذين. وهادو احسن وصفه مستعجله. واش قبل ولا بعد؟ قبل الاصابه أو بعد الإصابة؟ لا تتكلم عند الإصابة. دابا تتكلم أنا قبل، يعني كوقاية ممكن أن مثلا مرة نديرو شي مساج معين ولا وصفة معينة مثلا هكذا كنحميو الجسم ديالنا منها. الوصفة السحرية للإنسان أنه يتعلم ديما ياخذها قبل ما ينعس، يشرب جوج كيسان الماء مغلي قبل ما ينعس، تفيقوا في الليل شوية ولكن حامية، لأنه الماء مغلي سيت ريغولاتور ديال كل حاجه في الجسم زايده تيلوحها، هاد لي سيغبلو حنا تنقضيو عليهم. بغى انه يزينها يزيد يديرها جوج مرات في النهار قبل الفطور، قبل الغداء بغيت يعني جوج كيسان كبار واحد ربع ساعه قبل الماكله ما مغلي وقبل ما ينعس. هادو محوريين. النقطه الثانيه في اطار السبب هو يبدا يحيد الحيواني 100%، والا يتعلم انه
ياخذ السمك كثير في الاكل ديالو وكل ما هو حيواني لحم احمر والدجاج الرومي كلهم تيديروا هذه المشاكل لانه تيتعبوا الكبد. ثالثا الانسان يتعلم ياخذ سيمانه ديال الخضار الخضراء فقط حاجه طيبه اخر حاجه طيبه هذو كلهم ضمانات انه القانون تبقى صحيحه. وهنا صلاحنا حتى العين تيتعبوا نتيجه هذا العروق ضعف وكذلك كثير من مشاكل الجسم اللي عندها علاقه مع المصارن عندها علاقه مع 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 الامعاء وهكذا كملنا نضمنوا ان شاء الله راحه طيب. مع بدايه تكلمنا على المشكل او الاصل في المشكل وتكلمنا كذلك على الوقايه. الخلاصه يعني ان الانسان خصو يرد البال التغذيه ديالو هي باطنيه يعني واخا كتبان لنا احنا في الظاهر ديالها على انها كتبان على سطح الجلد ولكن هي في الحقيقه باطنيه ومتعلقه بالنظام الغذائي ديالنا عموما كيف داير. طيب في حاله الاصابه بهذا المشكل هذا بهذا لي فاريس مثلا خصوصا كي نقولوا مثلا في الساق ديال الانسان باش ممكن يبدا العلاج. الناس اللي تبعوا عندي وهما المئات والحمد لله من يتبعوا اول شيء تنطلبوه منهم وتكون عندهم زيت زيتون قديمه ممكن 3 سنين ممكن 5 سنين ممكن 20 سنه لذا انه كثير الناس الله يهديهم عندهم زيت ديال 20 30 عام والغريب انهم ما تيعرفوش يتصرفوا تجاه هذيك راه الذهب راه توصل 150 درهم الليتر راه تنهضر معكم. اذا فالله يرحم والديكم كل حاجه عندكم عرفوا قيمتها واخا وهذا الزيت هذه انه تتعلموا تدهنوا بها هذه الاماكن اللي فيها اما الروماتيزم واما هذه العروق اللي هما فيهم الدواليب فيهم لي فاريس غدهنوا بهم جوج ثلاثه مرات في النهار بوحدها ك ضفتي ولا زيت السانوج 10% حتى 20% ضفتي ولها شويه سكينجبير واحد 5 غرام حتى 10 غرام في 100 غرام وتبدا تدهنوا بها مهمه جدا لانه غنخدموا على القاعده الاولى لا فلويديفيكاسيون غنبداو داك التراكمات اللي كاينه في عروق تبدا تدوب وتدوس في الدوره الدمويه. ثانيا انه خصنا نحضيو لانه هذا النوع من هاد التراكمات ديال الدم اللي تتجمع تجمعات الدم لاغلوميراسيون هذه خصنا نعرفوها لانه اون دوا لا فلويديفي اذا فتنضربوا بالنحل في الجنبات ديال لي فاريس وانه تتعطينا فلويديفيكاسيون مهمه جدا. ثلاثه انه فقط استاذ يعني البدايه دائما راه بعدا بالنظام ياك الغذائي ضروري وعاد كنمشيو ضروري للحل والوصفه الطبيعيه كلام صحيح. اذا 10% وقل من 10% هو هذه العلاجات الخارجيه واخا باب الاستعجالات. اذا فالقينا راسنا على انه ضروري انه اون دو باسي على فلويديفيكاسيون خصنا ندوزو للذوبان ديال هذا النوع من التراكمات ولقينا راسنا على انه تستعملوا الدهن تاع زيت الزيتون من جهه او زيت زيتون حايله جديده او قديمه، القديمه تعطينا فوائد اكثر على خصكم تعرفوا راه الزيت حايله تتعمل اكثر من 100 درهم الليترو، شي واحد يدوخ عليكم، ولكن خصها تكون جيده لدرجه طحنا على زيت زيتون ديال 20 سنه لقيناها بحال جامده بحال الزبده. عجيبه جدا، وهنايا كاين الناس اللي تياخذوها على الريق مهمه في السرطانات ولكن خص اللي يعرف ياخذها وما نعطيكمش الوصفه حتى انكم تدوزوا الاختصاصيه اللي تيعرفوا يعالجوا على السرطان باش يعطيكم المقاييس المطلوبه. اذا فتكلمنا على لا ساعه النحل في الجنبات وهذو جوج الافكار مهمه. اذا من المواد اللي تتخوي القنوات الدمويه اللي هذا هو الموضوع ديالنا اليوم تكلمنا على الاصل قبيله دابا نتكلم على المواد اللي تتخوي القنوات الدمويه. قشور الليمون مهمين والناس جاهلين لهم جهل تغسلوا الناس شريوا الليمون واعطيوا الناس يشربوا العصير وانتم خذوا القشور وكلوه حتى 100-200 غرام في النهار. اذا قسموها 50 غرام على 4 المرات بيناتهم 3 السوايع. اللي تزيد يخوي القنوات الدمويه هما قشور الليمون او قشور الحامض او قشور المندرين. غسلوه مزيان عاد كلوه غززوه. تعليم لا نتعلموا نحكوهم نزيدوهم في الخبز نزيدوهم في الماكله ديالنا بحال تنزيدوا الملح او تنزيدوا النفع او تنزيدوا الكمون. اذا تتحسوا هادو مواد مهمه. كذلك الماء والبصل ارقى افضل اقوى من كل ماده اخرى لانه عجيب البصل تيخوي القنوات بواحد الشكل جميل وغادي تلاحظوا من الناس يكون عندهم ام برانشيت التهاب في الرئتين وغادي تحس على انهم تياخذوا بصله وعسل بصله والماء بغيت نعني غمام مغلي مع عصير البصل تبداو تيتقياو
شي 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 مواد بيضاء لزجه وهنا سي لي غلير هادو كلهم يعني نتيجه التهاب ديال القنوات الدمويه. كثير الناس اللي عندهم الحجر في الكلاوي تما تيخويو، فبنفس العمليه بنفس القوه بنفس النجاح غادي نخويو كذلك العروق اللي كاينين في القنوات الدمويه. فقط الوصول الى الكلاوي والقنوات ديالها، الوصول الى الرئه والقنوات ديالها فهو اسرع مما هو عليه الوصول الى القنوات الدمويه، بالخصوص اذا كانت في الرجل، لان القنوات الدمويه في الرجل انه باش انه الدم يطلع من رجليك حتى القلب مجهود كبير. كاين اللي في رجله فيها مترو، واخا كاين اللي في الطول ديالو فيه مترو 80، اذا باش انه تطلع بداك متر و50 متر و60 خص جهد، لانه القنوات الدمويه عندها بحال بويبات صغيورين، الدم تيطلع وتيحبس تيطلع عاود مجهود اخر تيطلع، فخصنا نعاونوهم وخصنا. لذا انه تيقولوا مجموعه من الخبراء راحه الراس من راحه الرجلين، حيت كثير الرجلين تلقى تضر الواحد بحال تيوقع في حاله الاسهال الراسي ضر كذلك بشكل اقوى وافظع، الشقيقه وكثير حرق الراس كثير العياءات الراس تجي من الرجلين، لان خصنا نتعلموا اننا نشربوا ماء بصل او المواد الاخرى اللي عطيتكم حتى اننا نتعلموا نخفوا من القنوات والعياء ديالهم والدواء اللي فيه. طيب سمحتي. السلام عليكم استاذه، كي داير لاباس؟ مرحبا بك سهام، الله يبارك فيك. كي داير الاستاذ لاباس؟ مرحبا لكم مبارك. الله يخليك أستاذ، بغيت نسولك أنا عندي يعني مزوجة موالو وعندي لي فاغيس في الرجل ديالي، ولكن ديك لي فاغيس يعني باقيين ماشي كبارين عاد صغيورين، وبغيت نعرف شي طريقة يعني هكا اللي نتخلص منهم. إذا علاش ما ديرش واحد الأسلوب مزيان؟ ديما 200 غرام 200 غرام ديال المعدنوس خضر طري غسلو ونشفو وكولو في النهار 200 غرام مدة 6 شهور خضر، غادي يعاونك في صفاء البشرة، غادي خليش تساقط الشعر وغادي يصفي لك البشره. ثانيا تاكل لي شو والكرافس والبورو عصائر والفواكه والخضر عصائر لمده اسبوع، اذا المعدنوس 200 غرام مده 6 شهور حتى سنه، والخضر والفواكه خضره خز فجل تفاح ليمون هذو كلهم عصائر اسبوع كامل ما تطيب ما والو، غادي تحس بواحد الخفه لا الدمويه ولا في مصيرناتك ولا في المعده وحتى في المعنويات ديالك العاليه. استاذ الله يعطيك الصحه، كان سمع كيقول لك على ان زعما الادويه اللي بحال مثلا كان اللي كيكونوا مزوجين كياخذوا كينا نتاع الحمل ولا هي اللي كتكون سبب في هذا المشكل، واش صح ولا لا؟ واحد من الاسباب، كلام صحيح، واحد من الاسباب. ايوا دابا المشكل عاد انا الصبح كنت كنصنت، اسمح لي الله يعطيك الصحه، كنت كنصنت لواحد البرنامج وقال لك زعما كاينه العاده الشهريه عاد ما كتكونش منتظمه حتى هي كتكون عندها سبب في هذا المشكل هذا، واش هي بصح ولا؟ هاد جوج معلومات كلهم عندهم علاقه مع القاعده، هو انه الهرمونات ما منظمينش وتبداو تيديروا اما تيضيقوا على القنوات او تي او تي او, أو تدفعوهم الى الاضطراب، اذا الاولى او الثانيه كلهم تاثروا، والاصل هو الكبد ما مرتاحش، وكل ما تيكون لي غلاند ديالنا الغدد الهرمونيه الغدد عندنا ناشطين الجسم تيرتاح، كل ما تيكونوا مضيقين الاوركسترا ما تيكونش مرتاح، فتولي ما تيوليش النغم واحد، هنا تتولي دي ريستريكسيون تولي مضايقات وتضيقات على الجسم، كلهم تاثروا. لذا خص تخدم على الرياضه مهمه في هذا الاتجاه، وديما نحيد لك الهرمونوثيرابي راه قبيحه. نعم، ناخذ اتصال نوال. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا نوال، عافاك ممكن نسول الاستاذ؟ كيسمعك تفضلي. انا عافاك عندي لي فاغيس، بحكم ما ان الوالده ديالي هي عندها لي فاغيس ودايره عليهم عمليه ومحيداهم، غير انا اللي عندي انا كيضروني بزاف، وسيرتو دابا اني انا فيما كنكون حامله كيضروني بزاف لدرجه اني ما كنقدرش ندير اي حركه، ان فوا كندير اي حركه كيضروني سيرتو في لي مولي ديالي، حتى كنبقى جالسه سبعه ربع ساعه ما كنتحركش على ما يعطيني الحرق شويه يفوتني، وكتبقى ديما الحرق في نفس البلاصه فين تبكيت من الاول. المعلومات كاين جوج معلومات مهمين ديما عندك في الدار، غلي السطل الماء، غلي الماء ديرو في السطل، حك واحد جوج بصلات خلطهم مع الماء ودير معاهم خل التفاح واحد 50 غرام و100 غرام ديال المرجان وخشي فيهم رجليك، هادو ثلاثه المرات في النهار، ديما الماء جديد وخلطه جديده، يعني تكمل غادي دهن بزيت الزيتون على البلاصه اللي تضرك، وربطهم بالمعدنوس واحد 100 غرام على اليمين 100 غرام على اليسار الرجلين، وهنا غادي تحس بعد اسبوع واحد الفرق، زدتي زيت الزيتون على الريق، بديتي تاخذ الماء مغلي كيف قلنا قبيله جو كيسان ديال الماء مغلي قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء وقبل ما تنعس خمسه د المرات في النهار، غادي بعد ثلاث اسابيع غتحس بواحد الفرق، ولكن كملت ثلاث شهور حتى الحمل يدوز في الامان ولي فاغيس يخففوا عليك، وغالبا واحد تحس بواحد 60% د الفرق وصفاء البشره ان شاء الله.
هادي فاطمه من دالبيضه كتقول الاب ديالي فيه لي فاريس هادي 10 سنين ودابا تنفخوا ليه بزاف وخرجوا يعني ولاو كيبانوا كيقولوا كتقول هو خدام نهار كامل تيبقى واقف هذا كذلك من بين الاسباب كلام صحيح لذا في هذه الحاله هاد الناس اللي تيبقى واقفين نهار كامل يتعلموا ياخذوا زيت الزيتون مزيان من جهه ويحاولوا ياكلوا ديما في الوقوف ياكلوا غير الخضر والعصائر وممكن توجدنا هذه الخضره بلديين مع زويتات الزيتون وما يقربوش اللحوم ما امكن والا لابد ياخذوا السمك ياخذوا حتى 200 300 غرام طاجين مزيان في امان الله اذا فالحيواني تضعف النشاط تاع الكبد والبنكريا وتضعف القنوات الدمويه حاجه اخرى يتعلم في هذه الحاله يشرب الماء بزاف ديما عنده قرعه ماء معدني او يغليه ويشربه وغادي يحس بالفرق وهذه كلها من الملاحظات الاساسيه هذه المعلومات واضافه المعلومات تاع الاخت الحامل غادي تكون عنده ان شاء الله مهم اذا ملي دخل للدار دير له ميها مغليه بصيله خشي فيها رجل مع خل التفاح ممكن حتى شويه الملحه الى لابد باش تكون واحد النشاط تاع النشاط ديال الدوره الدمويه. نعم ناخذ اتصال اخر شكون معنا سي نوفل معنا نبيله السلام عليكم نبيله. السلام عليكم اختي لاباس عليك ممكن تكلم لاباس الحمد لله ممكن تكلم مع الدكتور دابا انا كنت خدامه وبكثرت الوقيف ولو في لي فاريس برجليه وصافي ولو تيحرقوني بزاف وما عرفتش شنو ندير لهم يلا هذه شي ثلاث ايام بديت كنشرب الماء سخون كنحس شويه بالراحه مبروك عليك مزيان شوف غتاخذ المعدنوس او ليشو طحنهم وربطهم على ركابك في تضرك رجليك او ليمولي واخا نص ساعه تحس بالفرق ودهنوا بزيت الزيتون اذا غادي دير هاد لي شو مطحونين او المعدنوس مطحون تربطهم على رجليك وغادي تحس انهم ثلاثه المرات في النهار بعد ثلاث ايام اربع ايام الفرق لان المعدنوس او لي شو فيهم لا كلوروفيل ثانيا فيهم ذاك المغنيسيوم اذا الناس اللي تيقلبوا على المغنيسيوم في الدواء حمقين ما عندهم عقل لان المغنيسيوم عنصر اساسي في الخضوريه تاع هاد المعدنوس والكرافس وليشو كذا اذا طحنوهم وتعلموا تاكلوهم كذلك مع التفاح او الليمون او فواكه غتحسوا على انه هاد المعدنوس هذا ميتا تحطوا على ركابك اوكسيجيناسيون واحد وثانيا انتي اوكسيدون جوج نظرا لا كلوروفيل نظرا المواد اللي فيه لي فيتامين او وذاك لا كلوروفيل اون ال ميم فيها مواد جيده لتتريح الركابي وغتحس بواحد الفرق ولكن داوما واحد ثلاث شهور ثلاثة أسابيع الأولى مهمة وكداوما ثلاث شهور حتى ركابك يبقاو مزيانين. تفضل أسيدي. دكتور كان فيك من النعاس وكنبغي نرتاح واحد جوج سوايع كنحس برجلي كضرني. واش ما عرفتش واش من التفكير ولا الروماتيز ما عرفتش ولا ما عرفتش. حقا هو إلا كنتي مشوش فكريا غادي يكون عندك واحد العياء عام ماشي في الرجلين فقط. فقط انت نعم غير حاول ما امكن قبل ما تنعس شي نكته ولا شي قصه زوينه ولا شي حاجه مفرحه نعم علاش حاول تبرمج راسك على شي حاجه مفيده وما تطيحش براسك ديما نقول انا خلقني الله تعالى احسن تقويم وديما ذكر الله وسبح الله واستغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله ما استطعت غادي تكون في واحد المعنويات عاليه فقط انه من يتفق فق على حاول من يتفق حتى لو كانت عندك شويه ديال هذا النوع من العياءات خذ الماء والعسل غلي شويه الماء دير فيه شويه خزامة او الزعتر او عرقسو دير فيه عسيله وشربو ودير ان بو دو مارش غير في البيت ديالك باش ودير شي حركه بهلوانيه منك راسك عندك تكون شي كاميرا تتصورك متفقين وان شاء الله غتحس بواحد الراحه لان انت ديال راسك وانت حاول تسعد راسك بالامور اللي تتشوفها ديالك وفي البيوت ديالنا تنديروا احيانا حماقات ولكن تنفرحوا براسنا ما فيها عيب غير الانسان يكون هذا جانب نفسي النشاط جميل ولكن خصو يتاكد على انه ما كاينش حاجه عضويه فعلا دي كتسبب في ذاك الاحساس لا شيء ثاني ديما ملي تنعس حاول دير شويه الماء مغلي شويه الخزامه او شويه سكينجبير او شويه ديال الابزار والملا ودير فيه رجليك تكون عندك واحد النشاط تاع الدوره الدمويه وحاول دير زويته وتقيشيرات وان شاء الله وحده بوحده غير نعس على افكار طيبه غادي تفيق على الفرح والمرح ان شاء الله. ان شاء الله ما يكون باس سي جواد ناخذ حكيمه السلام عليكم. حكيمه ألو. نعم كنسمعوك تفضلي لالا. عافاك عندي التهاب ديال الامعاء. التهاب الامعاء كذبتي على نوفال يا حكيمه نوفال عندي 5 سنتيم كيدوز ليا الدم بزاف واخا نجاوبك هو كيسمعك هذا النوع من مشاكل الامعاء تيقدر يكون كرون
يقدر يكون السل يقدر يكون ار سي اش. الطبيب ما صنفكش ما صنفش المرض ديالك شنو هو؟ اشنو قال لك الطبيبه حكيمه؟ ما بقيتش مشيت عنده ولكن تهبط من الدم بزاف. اشنو قال لك شنو سميت المرض اللي عندك؟ ما عرفتو قال لي التهاب ولكن ما دققتش معاه. واخا شوفي بنتي حيت الالتهاب حنا تنعالجوه بحوايج مهمه هو الماء مغلي والعسل مزيان وتنضيفوا حبوب اللقاح. علاش؟ لانه حيت الالتهاب اولا تيكون غالبا تيكون تعفن، ثانيا خصنا نضبطوا الالتهاب عن طريق الزعتر مثلا والماء والعسل، وكل ما تنضيفوا حبوب اللقاح كل ما تنخدموا على القنوات الدمويه باش نبنيو لا ميكوز انتستينال بشكل صحيح. لا ميكوز يعني الغشاء الداخلي تاع الامعاء، وهذا الاسلوب هذا تناخذو 7 حتى 9 مرات وتنحيدو الماكله كامله الا شويه المعدنوس. بحال السيده جات عندي من هولندا كان عندها التهاب خايب اللي هو الكرون، وهذا الكرون تبعت باكرا 3 شهور المعدنوس، والغريب في الامر بدات تحس بواحد الراحه خاصه. بنيتها 16 عام من فرنسا تبعت معنا سنه على طريق الماء عسل حبوب اللقاح، لقات راسها على انه بدات تبني امعاء اجدادين. اذا القدره على اعاده البناء تاع الامعاء مهم. حقا في اوروبا عندهم هذا المشكل كثير، ياكل الحيواني بلا قياس والمعلبات كذلك. هذا المشكل هنايا لانه عندنا كثرت ما يسمى بلي فاست فود وهذه الماكله الزربانه، واخا ولات مشاكل كثيره، ولاو الناس ما تيرضاوش ياكلوا الخضره. انا حضاري، واش الحضاره هو المرض؟ إذا الناس ما تيوعاوش يمشيو مع الصورة، ما تيمشيوش مع المضمون. إذا فتعلموا تاكلوا السمك إذا كان فقر الدم، طاجين وكل خضرة بزاف. هاد السيدة اللي من هولندا 3 شهور تتبع المعدنوس، تبارك الله ولات تبني مصار جداد. إذا خصنا نحاربوا الالتهاب ونحاربوا القروح اللي هي ليزيلسيغاسيون الجروح عن طريق الزعتر أو قشور الرمان، كذلك نتعلموا نعاودوا نبنيو المسار جداد. هنا عندي طفل عنده السيلياك، جات الأم ديالو تبارك الله عليها تبعته 3 شهور باي باي السيلياك اللي هو تا هو مشكل مشاكل تاع الأمعاء. إذا لقديتي على البصل عسل ماء مزيان 5 المرات، وغادي دير ماء بصل حبوب ماء عسل حبوب اللقاح تا هو 5 المرات، غادي تبدا مع 5 الصباح كل ساعة ونص، وغتحس براسك أنه من بعد 3 أشهر غادي تبني. ولكن في حال تما ما قديتيش تتابع أجي عندنا العيادة. حيت عندي أكثر من 100 واحد اللي بنى مصران جديد كان عنده إخ سي إتش واحد أو عنده كرون أو عنده سيلياك أو عنده حتى سرطانات الأمعاء، وهذا فضل الحمد لله الطريقة باش خدمتهم. هادو اللي قلت دابا إلا ما عرفتيش أجي عندنا نساعدكم إن شاء الله. سي محمد على الخط، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الله يبارك فيك سيدي. تفضل. كبير الدكتور. الله يعطيك الصحة، بارك الله فيك. الحمد لله سيدي. الاذاعات الوطنيه الاذاعات كل شيء زوينين كل وحده وكتفكر بشي حاجه. الحمد لله. عندي واحد الوصفه درتها ديال الماكله ديال العشو. بغا نشوف الدكتور واش مزيانه نتبعها اولا دير لي شي حاجه شي ازعاج في شي حاجه اخرى ما فهمتهاش. حقاش انا واحد سيد امي وعندي شي قريب 50 سنه وداك الشيء، وعندي كنخدم غير مثلا عير العسق ما كنتحركش. ماشي مشكله سي محمد، شنو عندك بعدا؟ شنو المشكل اللي كتعاني منه؟ كنت نعاني من الكحبه، كنت ندخن وحيدت الدخين شي عامين هذه. دابا بقات فيك الكحبه وتدير شي وصفه. واحد الوصفه دير. شنو تدير فيها؟ دير عصير ديال البصله. اييه. دير العسل الحار. اييه. دير الحلبه مطحونه. اييه. ومهربله. اييه. ودير زيت الزيتون، ديما تنصبق زيت الزيتون كنصرف ديك العاصق ونصف الصباح. اييه. كنتبع هذيك سميتها ديال البصله. واحد جوج عواشق تنخلطهم بالعسل الحر وهذيك الحلبه. وكنشربهم. وبغي نشوف الدكتور واش هذا الشيء يمكن ليا نتبعه ولا لا. واخا البصله ما تتخلطش معها الماء مازال، كديرها هكاك جوج معالق. لا البصله وهي عصير ديال البصله هكا. والمعده ما دراتك لا معده لا مسار ملي درتي هذه الوصفه لا والو. مازال ساعه غادي على هذاك. شحال دابا باش بديتي الوصفه؟ تقريبا شي 5 ايام. هذه 5 ايام كتحس براسك احسن؟ مزيانه غاديه مزيان غاديه مزيان. طيب السي محمد ها هو الاستاذ معاك. تبارك الله عليك، وصفه جميله. غير البصله ما يتعصرهاش شربها في البلاصه، ما تخليهاش تسنى. واحد يا كاسك حتى تشربها في البلاصه؟ لا دابا عصرتها انا ودرتها في القاع. لا ملي تعصر البصله ديرها مع الماء والعسل في البلاصه شربها ديك الساعه. كل مره بصله جديده وفي 4 ساعات استعملها باش ما تكحلش وما تضركش. وهي كتاخذ منها غير الماء؟ لا كنستعملها غير الماء. صح
صافي دابا كل صباح حك وحده وخذ داك الماء صافي وخذها اقل شيء ثلاثه المرات في النهار واخا واحد حديتي على سبعه المرات مزيان وبلاتي كمل لك انت بعد وديرها مده 3 شهور غادي الناس لاحوا البي كحل البي كحل يعني ان الكحول اللي في الامعاء اللي في 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 لي بوما في الرئتين الناس تخلصوا منها واستطاعوا انه يجددوا الرئتين وطلعت رئه جديده دليل على انه لي برونشيت لي فيبروز لي دي دي بي لي ديلاتاسيون دو برونشيت كلهم تيمكن له يبراو وباذن الله نطلعوا رئتين جداد ان شاء الله تعالى. واخا شنو الوالده ديالك شنو عندها سي محمد؟ الوالده ديالي عندها مخلات تطبيب وعندها الركابي كيضروها ولات كتدرج عوجها عندها تقريبا قريبه في حد 80 والوالد عنده شي المهم توا عنده 90 وباقيين مع بعضهم بعض مزيانين كيخدموا الرسوم ياكلوا الرسوم كلشي الرسوم ولكن هي ولات كتعاني من هذوك الركابي وكيقولوا لنا شي ناس ربطي الثومه عليهم وربطت الثومه وحرقوها في ركابها ودابا ما عرف كيفاش ما مشاتش كاع شافت الطبيب قلت لك كتشوف اي طبيب ولكن حتى النتيجه ما واش كيقولوا لها الطبا؟ الطبا كيقولوا لها غير ما تلاوش يتستحملوا الثقل وحيد داك لاكريس اللي كان ديال حاول تنتبه تنتبه للشيء التالي الثومه مسلوقه ماشي خضراء الثومه مسلوقه ماشي خضراء تسلق الثومه وتعجنها مع المعدنوس خضر وتربطو على رجليها جا عندي واحد من باريس تيسوق الكيران الكيران اللي تيوصلوا الدراري للمدرسه وسبحان الله العظيم كيدير عمليه وثمان سنين ديال المعاناه ملي بدا تسوق مع سبعه الحبات معجون مع 100 غرام ديال المعدنوس تيخلطوا تيربطوا على رجليه السيمانه الاولى الثانيه الثالثه تطلقوا رجله وحنا ناس اللي تبعوا معنا سنه كامله باللا ساعات والحجامه وهذا الاسلوب هذا سبحان العظيم انه رجليهم طلعت جديده كانها ما عمر ما كانت مريضه وعندي دابا الناس اللي جاوا من امريكا مي رجعوا ست شهور داروا كونترول عند الاطباء قالوا لهم هذا الشيء جديد احنا ما تنعرفولوش يعني اعاده بناء العضو المريض يكون كبده ولا ركابي ولا مفاصل احنا بفضل الله تنعرفوا لانه تستعملوا الطبيعي والطبيعي سيد العلاجات اذا فالله يرضي عليك حاول ما امكن الوالده تحيد الحيوان 100% عطيها الحوت والسردين مزيان لها الا كانت الكبده ما متعباش الا متعوبه الكبده عطيها حوت ديال الفرخ ولا الباجو ولا الميغلون ديروا له طاجين مع الثومه معدنوس والخضره بزاف وغتحس انها الا بدات تاكل 200 غرام ديال المعدنوس في النهار غترتاح كبير وعندي وحده خرجت من شومبيري سي هكا عنده فشل كلوي والطونسيون طالع والسكر الله يحفظهم جميع بداو شهر ونص الماء بصل ثلاثة خمسة المرات صرنا وزيت الزيتون على الريق وحوت والخضرة بزاف عاتي المركة تدير عملية على الركابة مابقاش دارتها ولكن دابا تبعت شي 9 شهور غادية في أمان الله وحفظه وراجلها بدات كان عنده لاسيد يوريك 115 هبط ل 63 لاسيد يوريك خايب لاكوت والحمد لله الكلاوي بدات يرتاحوا عاتي بدات يبنيوا بناء وكذلك الطونسيون كانت تاخذ 4 ديال الدوايات ديال الايبي ديال الطونسيون طالعه بقاو غير جوج وبدات يرتاح السكر بدات يرتاح دليل انه الطريقه اللي عطيناك وراها مهمه والطريقه اللي انت تتاخذ كذلك قسمها للوالدين غادي يكونوا مرتاحين. نعم كنشكرك الاستاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه كنشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا.